صباحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح جديد نقضيه وياكم ساعة على هوا في حلقة بداية الأسبوع مع صيف البحرين. صباح الخير إيمان، صباح بداية الأسبوع. أي والله صباح الأحد. صباح الأحد. دائما يقول لك صباح الأحد اللي ما يحب أحد، بس إحنا نحبه لأن بداية أسبوع وبداية فقرات وحلقات كثيرة أكيد في انتظار مشاهدينا. كده صباح عليكم في حلقة جديدة، فريق الإعداد جهز فقرات متنوعة على حلقة اليوم. لكن قبل أن نبتدي وياكم أنا ودي أشكر حمد بس مشروع ديتيز اللي اليوم مطرش لنا نقصة كذي حلوة ومطرش لنا هالبطاقة إذا أقراها بس إلى طاقم أسرة صيف البحرين، نقصة من مكعبات التمر الغنية بالمكسرات نقدمها لكم بكل حب من ديتيز. حمد جربها بس اذا ما عليك امر. جربتي انت؟ انا جربتها اي قبل الهواء. عاد انا بقول رايي صدقي. اي قول. انا عجبني الصراحه. شفت صباح الاحد بالتمر وكذي مضبطينك ها؟ حلو، انا مع انه انا ما احب شو اسمه؟ التمر؟ التمر لكن صد. حلو والله. لا انا والله وايد احب التمر. شنو عندنا اليوم؟ اشياء غريبه. شنو في اشياء غريبه في العالم؟ والله وايد في اشياء غريبه. عندنا شجره الحياه في البحرين، شيء غريب. شيء غريب صدق. الاشياء المعروفه يعني من الاشياء اللي شفتها يمكن ايمان، اشياء غريبه في بريطانيا شفت او يعني زرت فندق الشوكليت. اوه يعني كل شيء مصنوع من الشوكليت. الشوكليت وحتى عندهم نافوره مستوية من الشوكليت. ضروري اول ما تدش كل شيء شوكليت، حتى الصبح يعطونك فطاير شوكليت. اوه عاد انا احب الشوكليت. عيل خلنا ننتقل لفقرتنا الاسبوعيه غريب عجيب ونشوف المكان الغريب اللي بيعرفونا عليه فريق الاعداد. في العاصمه البولنديه وارسو وتحديدا في قريه تشيم بارك البولنديه يوجد منزل مميز بحجمه الكبير وشكله الغريب، حيث أنه مقلوب رأساً على عقب، فقد تم بناؤه على طراز البناء في السبعينات. في عام 2007 تم بناء المنزل المقلوب والذي استغرق وقتاً طويلاً بسبب معاناة العمال من التشوش الذهني الذي عرقل عملهم، حتى تم إنشاء البناء بشكل مائل قبل أن يوضعه بوضعه الحالي مقلوباً، لكن ذلك لم يمنع من أن يكون المنزل مفروشاً كمنزل طبيعي. فالمنزل مفتوح للزوار على مدى الأسبوع، فالدخول للمنزل يعتبر غريباً حيث على الزائر أن يتسلق نوافذ السقف، ومتى دخلوا يصبح بإمكانهم التجول عبر أسقف الغرف ورؤية الأثاث الذي يعود تاريخه لحقبة السبعينيات، ويعتبر هذا المنزل من أهم المعالم السياحية في بولندا. أما المبنى الثاني الذي يشبه الحذاء الموجود في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعود فكرة بناء هذا المنزل إلى أحد صناع الأحذية الذي قام ببناء منزله على شكل حذاء كنوع من أنواع الدعاية لمنتجاته، ويعود تاريخ بناء هذا المنزل للعام 1948. ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى هولندا، حيث أنشأت منازل على شكل مكعبات في روتردام هوليموند، فهي مجموعة من المنازل المبتكرة التي بنيت في هولندا والتي تم بنائها في عام 1977، وصممها المهندس المعماري بايت بلوم استناداً إلى مفهوم العيش كسقف حضري، فهي مساكن عالية وكبيرة على مستوى الأرض. فالهدف الأساسي من بناء تلك المنازل هو تحسين المساحة الداخلية فيها. اليوم فقرتنا الصحية بنتكلم فيها عن موضوع جدا مهم. في هذه الفقرة راح نناقش موضوع الابتسام اللثوية وطرق علاجها مع الدكتورة اسماء عبد الحميد، مدرس بقسم العلاج التحفظي بجامعة الإسكندرية. صباحك الله بالخير دكتورة. يا هلا يا مرحبا فيك. صباح الخير دكتورة. طبعا بداية نبي نتعرف الابتسامة اللثوية شنو هي ممكن؟ الابتسامة اللثوية اللي هي ظهور جزء كبير من اللثة لما المريض يجي يضحك. يعني المفروض لما اجي ابتسم الطبيعي اني بيبان جزء من السنين اللي فوق وممكن 1 أو 2 ملي من اللثه، لكن احيانا المريض بيبقى عنده مشاكل فبيظهر باند كبير جدا من اللثه، يعني مثلا حوالي 3 او 4 مليمترز باينين، يعني يضحك يلاقي لثه فقط، سن صغير ولثه كبيره جدا، طبعا مزعجه جدا للمريض. يعني بشكل عام دكتوره شنو اسباب وجود الابتسامه اللثويه؟ في 4 أسباب. اول سبب العظم، يعني عظم الفك، في زياده في عظم الفك، فالفك العلوي كله طالع لبره،
او زياده في اللثه، اللثه بتنمو كلها لتحت، يجي يضحك يلاقي لثه بس. صح. او الاسنان قصيره جدا، فلما يجي يضحك سنه صغيره ولثه كبيره، او الشفه. وده من يعني ده كومن، يعني ده سبب، يعني دايما بيبقى العظم مع الشفه، اللثه مع الشفه. الشفايف دايما بتكون يا قصيره يا عضلات الشفايف لما يجي يضحك بتكون هايبرتونيك اكتيف، بتشد الشفه لفوق. يعني هو ممكن يكون عظم اوكي، سن اوكي، لثه اوكي، بس الشفه وايد قويه، يعني العضلات وايد قويه، فيجي يضحك تلاقي الشفه طلعت لفوق، فطبعا يبان كل اللثه ويبقى شكلها. دكتوره في هذه الحاله يعني شنو الحالات اللي تتطلب ان المريض يروح ويتعالج؟ يعني شنو وين المرحله اللي هو مثلا يوصل للحد الاقصى ولا خلاص لازم تتعالج؟ دايما بيجوا المرضى في مرحله التهابات لثه مزمنه في المنطقه اللي فوق، نتيجه ان اللثه اللي فوق دي على طول مكشوفه معرضه للبيئه الخارجيه، فبيجي كلها لونها احمر، عليها جير كتير، وعنده فيها نزيف مستمر. واغلب الستات طبعا بتيجي بتشتكي من انه 4 مللي باينين، 5 مللي باينين، فين يعني ما فيش سناني مش باينه، ده هي كلها لثه. فدايما المريض بيجي مشتكي في مرحله التهابات اللثه، والسيدات اغلبهم في مرحله الشكل، يعني كشكليا يعني ايه شكليا كميه كبيره جدا من العظم واللثه كلها طالعه لبرا. دكتوره، هل الابتسامه اللثويه او يعني خلينا نقول ممكن تسبب ضرر على المريض نفسه او على الشخص نفسه، ولا هي ما لها سبب مجرد شكل فقط؟ لا احيانا بتبقى المريض ممكن ما يعرفش يقفل، يعني من كتر البروز الشفه لفوق والمريض الشفه التحتيه جوه والشفه العلويه اللي فوق، والمريض مش قادر يقفل اسنانه، بيبقى الوضع العادي بتاعه فاتح بقه، هو مش قادر يقفل، الشفتين ما بيقفلوش على بعض. طبعا التهابات لثه بتكون يعني شديده في المنطقه، نفس الصور اللي احنا قاعد نشوفها من الحين على الشاشه. فعلا نشوف اللثه يمكن بارزه بشكل كبير. دي بالظبط هنا مثلا، دي اللثه هنا كتير، يعني اكتر باينه هنا اكتر من 4 مللي، جزء كبير من اللثه باين. هي دي كده ممكن تكون مش مبتسمه قوي كمان. يعني هي هنا مش مبتسمه. صورة ثانيه، ده استخدام الليزر في التبييض. دكتوره، يعني طرق العلاج في هذه الحالات اللي شفناها شلون تكون، شلون تتم؟ اول حاجه المريض لازم يعمل اشعات عشان نتاكد ان المشكله مش في العظم، يعني البروز اللي موجود ده مش في العظم. لو البروز سببه ان عظم الفك زايد لازم يروح تقويم. تمام، ده بيبقى قليل يعني اغلب بس التقويم نفس اللي يرتب الاسنان والعظم. والعظم والعظم يعني بيمنع، لو جه بدري شويه كمان بيمنع نمو الزياده للفك، بيمنع يعني في طرق معينه من التقويم بتخلي الفك يقلل النمو شويه. تاني طريقه هو اللي هي اغلب الموجوده في اغلب يعني اغلب المرضى بيبقى عندهم المشاكل دي، اللي هي اللثه. في الحالات اللي زي كده بنستخدم الليزر، بنعمل حاجه اسمها جام ريكونتورين او اعاده تشكيل وتجميل اللثه، ودي بنستخدمها بالليزر. يعني مثلا اللثه نازله على السن، نص السن متغطي باللثه، بنعمل ايه؟ بنشيل كل اللثه، قص اللثه بالليزر، وبنجمل شكل اللثه زي ما احنا عايزين. وهذه ما في مضاعفات؟ لا خالص. ولو انا مضطره اشيل جزء كبير من اللثه ممكن كمان شويه نعمل يعني تشكيل للعظم. أوكي. يعني ممكن نغير شكل المنطقه تماما بالليزر، لثه وشويه عظم بيغير شكل المريض تماما. يعني دكتوره، يمكن حالات قص اللثه انا كنت اتابعها من فتره، وكنت اشوف تقرير خاص فيها، شفت ان هي ما تاثر جدا على المريض، مجرد في نفس اللحظه حتى، يعني ما في الم، ما في شيء. لو بالليزر اي ما في الم ولا حتى دم. دكتوره، في حالات ثانيه الناس ما قلت يمكن الشفه تكون مرتفعه، فبعض الحالات يعني في بعض البنات يقول لك بسوي فيلر وعشان خلاص تختفي اللثه. بوتوكس. اي فممكن يفيد في كثير من حالات البوتوكس، ده لازم يتعمل، هو يغطي اللثه. اي ده لازم يتعمل، يعني دايما اللثه الشفه بتكون اخذت على الوضع انها تبقى فوق، والعضلات اخذت على الوضع انها تبقى فوق. احيانا بنظبط الشكل العام اوكي الدايمنشنز مظبوطه، اللثه مظبوطه، السن مظبوط، ولسه باين. ففي الحالات اللي زي كده بنقيس طول اللثه، طول الشفه، ونشوف. احيانا بتكون الشفه صغيره جدا، واحيانا بتكون الشفه طبيعيه بس العضلات هي القويه. طب بنعمل ايه في الحالات اللي زي كده؟ بنستخدم الليزر ان احنا نعيد ترتيب الشفه، ننزل الشفه شويه من الداخل ونخيطها على وضع اقل. بس المشكله انها بترجع بسرعه،
ليه؟ لان العضلات واخده على الوضع القديم. فبنعمل ايه؟ بنعمل بوتوكس. البوتوكس ان احنا زي توكسينز بتتحقن في العضلات عشان تقلل انقباض العضلات، يعني توقف حركه العضله. ده بينفع جدا. بيتحقن يعني على التو سايدز في كذا منطقه بوتوكس، لما تيجي تضحك ما بتطلعش، ما صح، ما ترتفع، ما ترتفع. بس هاي عند البنات والرجال شو يسوون بعد نفس الشيء؟ احنا هو مش فيلر، هو بوتوكس. هو بوتوكس الفيلر اللي بنكبر بيه الحجم، لكن البوتوكس هو انت بس بتوقف العضلات. ما تحصلش كونتراكشن. دكتوره كلمينا عن الجانب النفسي في هالموضوع. في بعضهم يعني هل زوروج بطريقة أن أثر عليهم نفسياً فحضرة، ولا مجرد شكل؟ يعني هل توصل للمرحلة أنه والله يتأثر نفسياً لأنه ما يقدر يبتسم، يستحي أنه يبتسم؟ على طول عارف إزاي بتبتسم؟ كده دي على طول، عشان لأن اللثة تكون بارزة أكثر. بقولها خلاص أنت صلحتي اللثة، صلحتي الشفة، عملنا لك كل حاجة، بلاش بقى دي خلاص. بتضحك يعني وهي مبسوطة وسعيدة، وبيفرق كتير في حياتهم في الكارير. فالمشاهدين اللي تابعونا الحين دكتورة مثلا وعندهم هاي المشكلة، يعني طريقة العلاج مثل ما تقولين سهلة. سهلة 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 جدا. يعني هي طبعا لو ما لهاش علاقة بالتقويم هتبقى مجرد قص لثة. لو في شوية عظم زايد بنعمل تشكيل للعظم، تشكيل للثة على حسب ما يناسب الحالة نفسها. وبعدين الشفايف، في مش كل الأحوال كمان بننزل الشفايف، يعني احيانا بس بنحط شوية بوتوكس وخلاص. دكتورة بالنسبة حق الأطفال اللي يعانون من الابتسامة اللثوية، هل ينصح ان هم يسوون هذه العلاجات اللي ذكرتيها، ولا ليه ما يكبرون عشان الشكل يتشكل في النهاية؟ لا الأطفال الأطفال طبيعي بتاعهم شوية في مرحلة معينة الفك العلوي بيسبق في النمو الفك السفلي. ففي عند سن 8-9 سنين تلاقي الفك 8-9 سنين الطفل وشه صغير صح، بس الفك شوية بدأ يكبر والسنان دي نزلت، السنان الكبيرة، فتبص للطفل تلاقيه شكله مش حلو صح، يقولوا يعني ليش سنانه هلون بارزة صح، بارزة. وتيجي الأم خصوصا لو بنوتة، تيجي الأم تقولي ليه شكلها كده، أقولها دي حاجة اسمها أجلي دكلينج، دي فيسيولوجيكال، حاجة طبيعية جدا من سن 8 سنين لسن 10 سنين، نتيجة الوش لسه وش بيبي طفلة، والفك بينمو والسنان نزلت اللي هو الحجم الطبيعي بتاعها، السنان الدايمة. فممكن أن يكون عنده المشكلة وهو صغير؟ لا هو دي مش مشكلة، دي طبيعي. أو طبيعي بالنسبة احنا ممكن أن نشوفه نفتكر أنه هو مشكلة، هو شكلها ولكن بيبقى وحش. هو شيء طبيعي. لا شكلها طبيعي جدا، مع الوقت الوش بيكبر وبينمو، فبيبقى فيه بقى ايه القياسات مظبوطة، قياس الوش مظبوط مع قياس السنين وحجمها، فبتبقى بتبان طبيعي. هي كانت قبل كده مشكلة لان حجم الوش صغير قوي على حجم الفك والاسنان. دكتورة تكلمتي عن موضوع التقويم، ممكن ان التقويم يساعد، شنو الطرق العلاج الاخرى مثلا ممكن ان تكون موجودة غير التقويم؟ غير التقويم الجراحات، جراحة الجراحة ده اول حاجة، الجراحة. واحيانا الفينيرز ممكن تساعد؟ ايه طبعا احيانا بيكون السن صغيره، يعني هي السن نفسها صغيره، هي السن حجمها صغير، فلما تيجي تضحك تبان سن صغيره ولثه كتير، فبنعمل ايه؟ بنقص اللثه وبعدين نحط فينيرز نكبر حجم السن، لان هذه الطريقه ممكن تكون اسرع لان التقويم ياخذ فتره، يعني فترة صح. ممكن لو صبر، يحتاج لصبر اكيد، بس لو العظم كتير يعني لو هي بارزه عشان العظم بارز التقويم صح، ما اقدرش ان انا اعمل لها قص لثه، هيفضل العظم بارز والشفه اللي فوق مش هتنزل لان العظم بارز. عشان كده احنا نقول دائما يكون في استشاره قبل اتخاذ اي علاج، استشاره واشعاعات. دكتوره ودي اسالك سؤال، بالنسبه حق الاشخاص اللي وقت النوم يعضون على اسنانهم، ممكن ياثر ان السن يدخل في اللثه وبعد يسبب لهم ابتسامه لثويه، ولا ما له علاقه؟ لا مالوش علاقه، ما له علاقه. لا ده مش ده، بيعمل عكس، عكس العكس، بيكحت السنان بيكحت السنان، بيكحت السنان تمام، هو ما بيأثرش على اللثة، هو بيأثر على السنان الخلفية، تلاقي سنان كلها فلات، وطبعا بيأثر هنا، بيجي عنده ألم يقول لي في أذوني، نشوف يروح للدكتور، الدكتور قال له لا انت مش من الودن، شيك أسنان، يجي عندنا شيك بشوية فحوصات نلاقي انه عنده هنا صداع مستمر طبعا بسبب الفك هنا، الجوينت اللي هنا، لانه مش بيقفل مظبوط نتيجة ان السنان اتكحتت صح، فبقى الاطوال السنان مش مظبوطه، فبقى طبعا عنده ألم مستمر وصداع ومش عارف من ايه. دكتوره استفدنا منك اليوم، كل الشكر لك الدكتوره اسماء عبد الحميد على تواجدك اليوم. شكرا لك دكتوره، يعطيك العافيه. شكرا. مشاهدينا نطلع فاصل قصير وراجعين مع حلقه بدايه اسبوع من صيف البحرين، لا تروحون بعيد.
رجعنا لكم من جديد. في الفترة الأخيرة التلفون صار صديقنا اللي ما نقدر نتخلى عنه، بحيث أن الكثير من التطبيقات الجديدة صارت تسهل علينا كل شيء في ضغطة زر. اليوم ضيفنا من رائدين الأعمال في مشروع إنجاز اللي قدم لنا تطبيق ساهم. معنا اليوم يوسف البصري، طالب في مدرسة ابن خلدون والرئيس التنفيذي لشركة ساهم. صباح الخير يوسف. صباح النور، يا هلا مرحبا. يا هلا أول شيء يوسف نرحب فيك، وكلمني أول شيء عن بداية هذه التطبيق، وكلمني عن فكرته في البداية وشلون قدرتوا أنكم تطبقونه يعني على الصج. بداية حاب أشكر تلفزيون البحرين على استضافتي اليوم في برنامج صيف البحرين، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخة حصة بنت خليفة والخليفة على رئاستها وإدارتها الناجحة لمؤسسة إنجاز البحرين. نرجع إلى موضوع التطبيق. تطبيق ساهم هو عبارة عن منصة موحدة نجمع فيها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في البحرين، ويكون لهم ترويج من خلال ملف فيها كل المعلومات اللي نعرضها عن الجمعية، بحيث ان احنا نسهل على الناس انهم يتواصلون ويتبرعون الى الجمعيات. جميل. يعني ودي اسالك اكثر، من وين جاتكم هذه الفكره؟ من وين استوحيتوا هذه الفكره عشان تطبقونها اليوم؟ طبعا الفكره يعني في البدايه كانت عندنا افكار وايد وكلهم حلوه كانوا ما شاء الله، لكن نظرنا الى نقطه مهمه في مجتمعنا وعالمنا اليوم، وهي الاهداف التنميه المستدامه للامم المتحده. عقب ما شفنا هذه الاهداف قررنا ان نبي تكون الفكره مرابطه الى هذه الاهداف، تحت ظل هذه الاهداف. فلذلك اخترنا شيء انه يكون يحقق اهداف وطنيه وبعد اهداف عالميه. جميل. يوسف انك تسوي تطبيق ممكن يكون بعض الناس تشوفها تقول والله سهل، لكن هو في صعوبة كبيرة، وبعض الشركات أصلاً تأخذ لها فترة طويلة لين ما تسوي هاي التطبيق أو تصنعه أو يعني تبتدي إنها تبتكره. فكلمني عن الخطوات اللي سويتها والصعوبة في يعني هذه التطبيق. إنشاء التطبيق. صحيح. إنشاء التطبيق طبعاً الفريق مر على عدة تحديات، لكن في رأيي كان أكبر تحدي وهو مصدر إلى تحديات ثانية كان هو هذا الوباء، وباء كورونا. هذا الوباء سبب لنا تأخير وايد، تأخير عظيم في إنشاء التطبيق على منصة أبل وأندرويد، وبعد سبب إلغاء تطبيق من قبل أبل على منصتهم الأبل ستور. والسبب كان إن شافوا في بعض الصفحات اللي في التطبيق من دون محتوى، بمعنى إن إحنا عندنا صفحة للفعاليات القادمة للجمعيات، لكن في البحرين نعرف ان الجمعيات ما عندهم اي فعاليات بسبب هذا الوباء. صح. فلذلك خليناه بدون محتوى، لكن ما قبلوا. لكن لله الحمد وبالتوفيق من رب العالمين وبجهد من الفريق تمكنا ان احنا نمر بهذه المرحله، وان احنا نزيد على التطبيق خدمات اضافيه من قبل فريقنا اللي تخدم المجتمع، وبعد تسعى الى مكافحه هذا الوباء. وامثله مثلا عندنا الايبان لحمله فينا خير موجود على التطبيق، وعندنا القواعد الارشاديه اللي من المنظمه الصحه العالميه. جميل، يعني ركزتوا على هذا الموضوع اكثر. يوسف ودي اسالك، يمكن قبل شوي حمد قال لك بخصوص ان اخذتوا وقت على ما تجهزون هذا التطبيق، خصوصا مع ما تفضلت وذكرت قلت ان الاوضاع شوي ساهمت في تاخير التطبيق، لكن انا ودي اعرف هل اخذ لكم شهور ولا اخذ لكم اسابيع فان التطبيق يكون جاهز ويكون متاح على جوجل بلاي وعلى اب ستور؟ طبعا التطبيق اخذ بما يقارب الى شهرين ونص او ثلاثه اشهر، يعني هذه الفترة الزمنية حق تجهيز التطبيق. طبعاً بالإضافة إلى التأخير اللي سبب لدى الوباء، وهذا كان يعني على ثلاثة أسابيع. حلو. أنت ما ذكرتوا ثلاثة شهور يعني وقت قصير يعتبر حق مشروع مثل هذه، لكن كلمني عن أكيد قبل هاي الثلاثة شهور في بالكم كان أهداف عشان تحققونها، كلمني عن الجمعيات اللي موجودة حالياً معاكم عددها مثلاً، والأهداف اللي أنتوا سويتوها قبل إنشاء هذه التطبيق. طبعاً كفريق مثل ما ذكرت يعني أن احنا قررنا أن الأهداف بتكون تحت ظل أهداف التنمية المستدامة، لكن هي بالأخص ثلاثة أهداف. أول هدف هو لا فقر
11 هدف وهو المدن والمجتمعات المستدامة، وآخر هدف هو 17 هو الشراكة من أجل الأهداف. وبالإضافة إلى أن كلنا كفريق عندنا دافع إنساني أن إحنا نخدم مجتمعنا ونحقق أهداف وطنية. جميل. أنا ودي أسألك أكثر عن آلية اختيار فريق العمل، وكيف تم الترتيب بينك وبين فريق العمل في أنكم تجهزون لهذا المشروع لهذا التطبيق بالتحديد؟ تكوين الفريق مر على عدة مراحل. في البداية طبعاً لازم يكون طالب مدرسة ابن خلدون للثاني ثانوي، وبعدها يكتب مقال فيه يذكر سبب رغبته بالانضمام للفريق، ويذكر شنو من خبرة عنده في هذا المجال، وأخيراً يذكر شنو من إضافات إيجابية ممكن يضيفها على الفريق. ومن بعدها يكون في تعيين الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس، وهذا يكون من خلال تقديم عرض، ومن بعدها يكون في تصويت من قبل المدرسة المسؤولة الأستاذة سعاد خوري، والمتطوعة دانا السيد أستاذة دانا السيد، وطبعاً أعضاء الفريق. وبعدين يتم التعيين وبنفس الترتيب لنواب الرئيس، وعندنا الموظفين بعدين. يوسف، شلون يتم التواصل بينكم وبين الجمعيات يعني اللي موجوده معاكم؟ طريقه التواصل، اكيد في علاقه معينه، اتفاقات معينه، كلمني عنها. طبعا في البدايه قبل يعني ما عندنا معايير احنا لاي جمعيه ممكن تحب تشارك، لكن اول شيء نتاكد منه هو أن الجمعية والمؤسسة الخيرية تكون مصرحة ومرخصة من قبل الحكومة الموقرة. مصداقية، تكون في مصداقية فيه. بالضبط، أو بالأخص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. من بعد ما نتأكد أن في مصداقية نتقدم لهم، ويعني نسوي اجتماع نقول لهم مثلا النقاط اللي احنا نقدر نضيفها على التطبيق. مسؤولية كبيرة لأن في النهاية. طبعا والتواصل يعني وايد سهل، يعني من خلال هاتف، اتصال على الهاتف او اجتماع اذا كان في يعني امر وايد مهم. وطبعا في هذه النقطه حاب اشكر وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه وبالخصوص الاستاذه هدى الحمود على مساعدتهم المستمره، لان الصراحه من دونهم يعني ما بنتمكن ان احنا نتواصل مع الجمعيات. حلو، هم دائما ياخذون اكيد بيد الشباب عشان يطورون من اي مشروع. اكيد اكيد. ودي اسالك اكثر يوسف بخصوص شلون شفتوا التفاعل من قبل الناس على التطبيق، بالذات تطبيق ساهم اليوم. طبعا من يعني التفاعل اليوم شوي اقل من اللي احنا بنتوقعه، لان بسبب هذا الوباء. يعني ان هدف التطبيق ان نخلي المجتمع يعني فعال اكثر. لكن للاسف يعني من قاعد نمر الحين بهس يعني الازمه. صح. لكن في المستقبل ان شاء الله، في المستقبل القريب يعني نشوف في تفاعل اكثر. في تفاعل ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا يوسف، نتمنى لكم التوفيق، وطبعا هذا شيء نفتخر فيه وفكره وايد ممتازه وحلوه. صح. وشيء يعني مختلف عن يعني اللي استضافنا بعض الناس اللي عملوا تطبيقات مختلفة، وهذه مختلف. نشكرك اليوم على حضورك. العفو، حاضرين. شكرا لك. ما قصرتوا. مشاهدينا راح نروح فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، ومثل ما نعرف ان الشباب البحريني اثبت جدارته من خلال تميزه في مجال الاختراعات والابتكارات سواء على المستوى المحلي او العالمي. صقل الاطفال والشباب في سن مبكر يعزز من تحفيز طاقتهم وابداعاتهم، وذلك من خلال توفير بيئه مناسبه لهم، وايضا بمشاركتهم في الدورات التعليميه اللي تنمي روح الابداع عندهم. خلونا نتعرف اكثر على واحده من اهم البرامج المقدمه في هذا الصيف من مبادره فاب لاب مع ضيوفنا في الاستديو المهندسه الالكترونيه دعاء العالي والاستاذ عبد الله فادي. صباحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيكم. صباحكم مرحبا فيكم. يا هلا فيكم. طبعا اليوم نقدر نقول يعني هذه المشاريع اللي الجميله اللي احنا نفتخر فيها، لكن ودي اسالك اكثر اليوم استاذه دعاء، في البدايه لو تخبريني اكثر عن فاب لاب وشلون ممكن هذا المشروع يساهم
تساهم في دعم الشباب في مجال الابتكار والريادة؟ أكيد، شكرا على استضافتكم. الفاب لاب هي مبادرة عالمية بدأت من جامعة MIT في the United States. فهي المبادرة بدأت على أساس أنها تحفز الناس على يكونون مبتكرين أو منتجين أكثر من أنهم مستهلكين. فالفاب لابس هي نقدر نقول مساحة فيها أدوات إلكترونية مثل أجهزة 3D printers, laser cutters, CNC machines. وجود هاي الأجهزة في مكان واحد يحفز الناس على أن يروحون لهاي الأماكن يستفيدون من هاي الخدمات وهاي الشغلات الموجودة عشان يقدرون ينتجون أشياء بإيدهم. والشغلة الثانية اللي مميزة في الفاب لاب أنه في أكثر من 1200 فاب لاب حوالين العالم، إحنا منهم الفاب لاب البحرين، الفاب لاب الأكتف في البحرين. ومو بس يكون مكان موجودة في الماشينز، يكون في تعاون ما بين الناس، الناس اللي موجودين فيه يشاركون أفكارهم مع بعض، يشاركون ابتكاراتهم مع بعض، ويستفيدون من وجود الأجهزة بمكان قريب منهم، بحيث أن أي فكرة تكون عندهم يقدرون يطبقونها على طول بشكل مباشر. فنقدر نقول إن هاي الفائدة من مكان مثل الفاب لاب، إن الناس تقدر تروح فيه تشارك الأفكار مع بعض وحتى مع الفاب لابس حوالين العالم، وفي نفس الوقت ما تكون شيء بس فكرة، يحولونها من فكرة إلى واقع باستعمال الأدوات اللي تكون موجودة عندهم. يعني كأننا نقول الأدوات اللي تساعدك إنك تبتكر. بالضبط، الأدوات سواء كانت أدوات فيزيكال موجودة في المكان أو حتى أدوات من ناحية جو المكان أو تعاون ما بين الناس مثل التفكير. عبدالله، كلمني عن مشاركتك في هذه المبادرة ودورك فيها. يعني هو أنا بديت مع الفاب لاب قبل سنة تقريبا، يعني استفدت من مكان من ناحية أني أنا طالب جامعة حاليا هندسة أجهزة دقيقة، وبنفس الوقت بالفاب لاب يعني كبارت تايم او يعني اشتغل وياهم. فالموضوع صار ان اللي قاعد ادرسه في الجامعه قاعد اطبقه عمليا في مرتبط مع الفاب لاب. جميل. يعني دعاء نسمة ذكر عبد الله انه استفاد من هذه التجربه ووجوده وكونه هو ايضا طالب في الجامعه. ودي اسالك اكثر عن طبعا فاب لاب ساهم في مشروع تابع لوزاره الشباب والرياضه، كلمينا عن المبادره هذه الجميله اللي صارت بينكم بين شباب الرياضة، وشون شفتوا الإقبال أيضا من قبل الشباب؟ طبعا، فوزارة الشباب والرياضة مشكورين، دعمونا وايد من البداية، كان في ما بيننا وايد مبادرات وتعاون معهم، وحتى حاليا يعني لحد الحين في دعم كبير منهم. ممكن نقول واحد من أكبر هاي المبادرات كان مشاركتنا معهم في برنامج Invention. برنامج Invention هو برنامج معني بتبني أفكار الشباب وتحويلها إلى بروتوتايب أو شغلة واقعية. فإحنا تعاوننا معهم في هاي البرنامج، ساهمنا في أن نشارك مع هاي الشباب اللي شاركوا في هاي المسابقة أو البرنامج في البداية، من حتى صقل الفكرة اللي عندهم إلى تحويلها إلى واقع وحتى فعليا يبنون المشاريع. فكنا معهم من الألف للياء نقدر نقول في هاي الشغلة. وطبعا الشباب البحريني دائما ممكن نقول طبعا وايد مبدع، ومن خلال هاي الشغلة ومن خلال يعني حتى مشاركتنا مع الشباب في برامج متعددة وايد شفنا هاي الشغلة، ان الشباب البحريني ما شاء الله مبدع وعلى طول عنده أفكار وهم يحبون هذه النوع من المبادرات، عشان يعني في مساحة عشان يطلقون هذه الإبداعات اللي عندهم والمواهب الجميلة. يمكن عبد الله دوركم كمدربين ممكن ان كلمني عن شلون تشجعون الشباب في ان يطلعون من داخلهم هذه كل هذه الابتكارات وان يطلعون لنا شيء منتج موجود ملموس. اي يعني هو انت لما تثير الفضول حق الشخص نفسه يقدر يبتكر اكثر وكذا. يعني فابلا البحرين مميز ان احنا مختلفين عن اي مكان تدريبي في البحرين. صح ان عندنا مكاين وكذا نحتاج فيها مثلا الجانب العملي، فيعني نشجعهم بطريقه انه هاي شيء جديد، هاي تكنولوجيا اصلا مو موجوده في البحرين يعني. فيعني شيء نجمع المكاين او النولج من اماكن مختلفه من العالم ونجمعها في مكان واحد. فهاي شيء يعتبر يعني مشجع لهم يعني.
جميل. يعني يمكن ذكر الشغلة دعاء عبد الله أنه هو جميل لوجود كل هذه الإمكانيات اللي تخلي الشاب لما يشارك ولا يسجل معاكم أنه يكون كل شيء موجود، هو يطلق أكيد إبداعات. لكن أنا ودي أسألك اليوم أن أنتم تقدمون أيضا في فاب لاب الكثير من المشاريع الصيفية، ودنا نتكلم عن هذه المشاريع وشون طريقة التواصل بينكم بين الناس عشان يسجلون في هذه المشاريع. طبعا، فإحنا على طول عندنا برامج، ومن هاي البرامج في عندنا برامج صيفية حاليا أطلقناها للأطفال من عمر 7 وحتى للكبار. فممكن أي أحد حاب أن يشارك في هاي البرامج أو يتعرف عليها يتواصل معنا في صفحتنا في الإنستغرام عشان يتعرف على هاي الشغلات. كان في تشالنج هالمرة إن في ظل هاي الظروف إن نطرح أي برامج حاليا، فكل البرامج راح تكون أونلاين، نتواصل مع المشاركين في بيوتهم وحتى نوصل لهم عدة ممكن يستعملونها عشان يتابعون مع البرنامج من البيت. يعني أنت وفاب لاب راح يكون موجود في البيوت، راح يكونوا متوازيين. والله فكرة حلوة، يعني حلوة. الكل حين يعني اليوم ما يقدر يقول الشاب أنا ما أقدر أروح عشان لو ضاع يعني الرهنة، لا فاب لاب راح يكونون متوازيين في البيت عندك. وهذا اللي كنت بسأله لك السؤال عبد الله، موضوع عندك دورات تسويها، فهل راح تكون الدورات أونلاين بعد ولا يعني في طرق ثانية عندكم؟ هو بيكون، هو إحنا عادة نسوي الموضوع عملي، يعني فكرة فاب لاب إنه شغل يدك شيء يعني ميكينج وتسوي الأشياء. بسبب الظروف الموجودة يعني بيصير جزء أونلاين وبيصير جزء إن إحنا نطرش الكت مثلاً للكاستمر يعني، ويصير في التدريب عبر الأونلاين. في طريقة ثانية أيضاً إن إحنا مو بس نطرش الكت، في ناس مثلاً والله يبي يتعلم على CNC ماشين اللي هي الماكينة اللي تقص على الخشب أثاث أو شيء، فهاي يصير الموضوع كذي إنه بيكون أونلاين، نعلمهم طريقة الديزاين كيف تصير، وبعدين نقص لهم لايف، نرويهم لايف يعني نفس ما قلتوا إن نجيب الفابلة على البيت بالضبط هاي اللي بتصير. وهي أول مرة تسوون هالدورات؟ إيه. حلو. يعني دعم مثل ما نعرف إن فابلة هو يعني يقدم فكرة حق يمكن حق الشباب إنه هو يقدم مشاريع ابتكارية. هل تحسين إن في صعوبة ممكن توصل حق الشاب بحكم إن أنتوا تقدمون دورات أونلاين؟ يمكن الناس ما ذكر عبد الله إنه هو أكثر شيء أنتوا تسوونه بشكل عملي، فهل راح تواجهون صعوبة في إنكم توصلون المعلومة للشباب؟ هو طبعاً حتى من البداية لما كنا نفكر في فكرة البرامج اللي راح نطرحها هاي الصيف، كان في هاي التشالنج من شغلة إنه نبي الكل يكون آمن في بيتهم. فمن ناحية نوعية الدورات اللي احنا نطرحها، في كان وايد صعوبة في ان احنا نفكر في البرامج اللي راح نطرحها وشلون ممكن الشخص يستفيد منها بشكل كامل بدون ما يكون الشخص معه بشكل فيزيكال. فاحنا صارينا صراحة اشهر قاعدين نحاول نطور هاي البرامج عشان نوصل لنتيجة مرضية نقدر نتأكد ان الكل راح يستفيد منها، حتى مع شغلة إنه أونلاين ما نقدر مثلاً نصلح لأحد شغلة بشكل يدوي. فإن شاء الله يعني حالياً وايد حاولنا، حتى بدينا نجرب هاي البرامج قبل ما نطرحها إلى الناس، فإن شاء الله كل الصعوبات تغلبنا عليها الحمد لله. عبد الله كلمني عن الابتكارات اللي موجودة، سمعنا إن في روبوت للتعقيم، كلمنا عن هاي الابتكارات وهل يعني عدد ليهم شنو هي، وإذا في شيء غريب بعد تقدر تكلم. إيه، هو يعني إذا بذكر عن الروبوت كان عندنا، كنا في رمضان وكان تقريبا أزمة كورونا تي، كان شوي تي الناس تحس تي، فإحنا كمصنعين أو كفاب لاب عندنا والله مكاين، عندنا نولج معين، نحس إحنا علينا واجب للبحرين إنه خلنا نسوي شيء صدق إنه يفيد البحرين أو يكون فيه له إمباكت يعني حق البحرين. فبأسبوع واحد حددنا أسبوع واحد إن نسوي فيه روبوت يعقم الأسطح. يعني مثلاً أنت عندك في السوبر ماركت يمشي الروبوت يعقم لك الأشياء اللي أشخاص يمسكوها، فهو حتى هو أوتوميتد، يعني أنت تهده فترة وهو باستخدام اليوفي لايت يمشي ويعقم لك الأسطح الموجودة. فإحنا اشتغلنا كتيم في إلكترونيك إنجينيرز، في إلكتريك إنجينيرز، ميكانيكا، فاي كامل يدخل مع بعض حقي يسوي لك الروبوت يعني. جميل. في صور قاعد تظهر على الشاشة ناس ما قاعدين نشوف، بس يا ريت لو تكلمونا أكثر عن هذا الابتكار أو هالشيء اللي قاعد تشتغلون عليه. هاي بعد مشروع، يعني أنا بعد الفاب لاب كان عندي أوريدي فكرة جو كارتس إني أسوي سيارات. فكرة الدورة إنه نعطي الأشخاص المجال إنه يسوون السيارات الصغيرة نفس ما تشوفون الجو كارت،
ومنها يصير في نوع السباق. فاحنا من خلال هاي الدوره بنكون علمناهم الميكانيكال بارت ونكون علمناهم الالكتريكال بارت، لانه في الكتريكال موتور. حتى يعني الخشب هاي تصنع عندنا في السي ان سي روم، كل يعني اغلب القطع اللي تشوفونها هنا تصنعت عندنا يعني. فهي فكرة الدورة قاعدة تتطور يعني بسبب الفاب لاب. جميل، يعني عاد شوف ابتكارات جديدة يعني، وهاي الشيء اللي احنا نحتاجه في البحرين، انه نخلي يعني الشاب البحريني لما يسجل في هذا النوع من الدورات يبتكر شيء جديد. اكيد ودي اسألكم بشكل يعني موجه لكم الاثنين دعاء وعبد الله، شنو الرسالة اللي حابين توصلونها من خلال مبادرة فاب لاب؟ نبتدي معك دعاء. اهم شيء ممكن اقدر اقوله للشباب انه يوثقون في روحهم. ممكن أقول هاي الشغلة حتى لو ما كان عندهم الكمبليت نوليدج اللي يحسونها، يوثقون في روحهم ويحاولون إن يتعلمون كثر ما يقدرون بكل السبل اللي يقدرون يوصلون لها. وحاليا يعني إحنا في وقت كل شيء موجود أونلاين، كل شيء متوفر. فأنصح كل يعني أي شاب بحريني إذا كان عنده أي فكرة أو إذا كان عنده أي شيء، إنه يوثق في نفسه في البداية، يحاول يطور هاي الشغلة، يحاول يتواصل أكثر مع ناس بمثل اهتمامه، ويحاول يتعلم كثر ما يقدر. أكيد. وبالنسبة لك عبد الله، شنو الرسالة بوجودك في هذه النوع من المبادرات؟ يعني هو يعني أنا أشوف حتى يعني كطالب جامعة لازم يعني هو الشخص إذا بيكتشف ذاته ويكتشف روحه لازم يجرب وايد أشياء. صح. فأنا تجربة شخصية مع الفاب لاب صار لي تقريبا سنة سنة ونص، وايد تعلمت اشياء يعني قاعد اكتشف الباشن مالي او الشيء اللي ابي يعني اسويه طول حياتي، عرفت شلون؟ فكل ما يجرب الشخص اشياء مختلفه في الفاب لاب يعطيك المجال انه والله تجرب شغله كل يوم. صح. والله تبي تشتغل شوي على الخشب شوي على البلاستيك، تتعلم كل يوم بتجربة جديدة وابتكار جديد. yes. أكيد. إحنا نشكر تواجدكم وحضوركم معنا دعاء وعبد الله، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. وهذه دعوة أيضا للشباب إن يتواصلون مع فاب لاب إذا يحسون اهتماماتهم في مجال الابتكارات والمشاريع. شكرا لك دعاء وعبد الله على الحضور، ونتمنى لكم كل التوفيق. طبعا نفتخر فيكم حتى كشباب بحريني، وكل يوم نكتشف أن الشباب البحريني مبدع مبدع ما شاء الله. مشاهدينا، ومع آخر محطاتنا لليوم في صيف البحرين، ننتقل لمدربنا الرياضي خالد البستقي ونشوف تمارين اليوم. السلام عليكم، شو أخباركم اليوم؟ عساكم طيبين. وصلنا اليوم حق حلقة التحدي، عندي لكم تحدي، بندش شوي على شعب الكروسفيت. طبعا انا لاعب كروسفيت، فقلت لازم ادخل لكم كروسفيت شوي في الموضوع. ما في شيء صعب، كل شيء حلو وسهل، ودائما التحدي احلى منه ما في. عندنا 5 جولات بالدمبل فقط لا غير، بنسوي 3 تمارين، بنسوي دمبل ديد ليفت، دمبل هانج كلين، بوريكم الموفمنت واحد واحد، ودمبل بوش بريس. فبنحرك فيها العضلات الخلفيه بالديد ليفت، بنحرك العضلات الاماميه بالهاند كلين، باي البطن، وبنحرك عضلات اللي فوق عندنا الاكتاف بالبوش بريس. بنسوي 5 جولات، وبين كل جوله عندي لكم مفاجاه حلوه، تمرين الكل يحبه. نبتدي ويا بعض. 3 تمارين، يا اما تستعمل دمبلين او دمبل واحد او غرشتين ما يصحه او غرشه واحده. بقول لكم شيء، سمعوني عدل، بتستعملون غراش ما يصحه، بتسوون اللي عندك غراش ما يصحه بتسوي لي من كل تمرين تكرار 15 ل 20. حلو. تكرار، عندك ورقه وقلم سجل، عندك 12 ديد ليفت، هاي الديد ليفت 12 ديد ليفت، 9 هانج كلين. ليش هانج؟ هانج يعني معلق الاوبجكت اللي في يدك او اي شيء في يدك بيكون معلق مو في الارض، يكون فوق هني. فهانج كلين تعطي سكوات خفيف، تنتع فوق 1 2، 9 من ذيلا. بعدين تعطيني 6 بوش بريس، اي الدمبل هني او شولدر بريس. فالتكرارات مرة ثانية 12 9 6 12 9 6
12 ديد ليفت، 9 هانج كلين، و 6 بوش بريس. عقب ما تخلص بتنزل لي 10 بيربيز. ما في احد ما يحب البيربيز. الحين بسوي لكم نموذج حق راوند كامل. من تخلص الراوند بتنزل لي 10 بيربيز، هاي راوند واحد. تبي تصير تواصل، تبي تريح، على كيفك. هنسوي نموذج واحد من راوند كامل. 12-9-6 12 دمبل ديد ليفت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 هانج كلين 1 انتع 2 3 4 5 6 7 8 9. هاي 9. 6 بوش بريس، الهارت ريت ارتفع. 1 2 3 4 5 6. خلصت؟ لا، باقي بيربيز. عطني 10. 1 2. سيادري في الأرض، تقبيل في الأرض. 3 4 5 6 7 8 9 10. هاي جولة واحدة، هاي التحدي، لازم توصل لهالمرحلة. لما وصلت لهالمرحلة هاي مو تحدي، باقي لي 4 جولات. خلصوهم عني، يعطيكم العافية. طبعاً يعطيك العافية كابتن على هالتمارين اللي تقدمها يومياً لنا في برنامج صيف البحرين. مشاهدينا، بهذه التمارين يكون وصلنا للختام. يجدد اللقاء معاكم باكر في حلقة جديدة، ومع السلامة. مع السلامة.